روسيا وكوريا الشمالية عدوكم عدونا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور كوريا الشمالية ويلتقي بالزعيم كيم جونغ أون في مشهد يحدث للمرة الأولى منذ نحو ربع قرن. الحدث الأبرز في الزيارة توقيع هذين الرجلين على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تتيح لكل طرف منهما الدفاع عن الطرف الآخر حال تعرضه للغزو المسلح. عناق بين الزعيمين، سجادة حمراء وتصفيق واحتفاء. الأعلام الروسية وصور بوتين أغرقت شوارع بيونغ يانغ، ورسائل علقت على واجهات المباني تقول مرحبا يا بوتين. الاستقبال الفريد كان تحضيرا لحدث فريد أيضا. الزعيمان وقعا على اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة النووية واستكشاف الفضاء والأمن الغذائي وغيرها من المجالات. لقد تم الارتقاء بالعلاقات بين بلدينا إلى مستوى جديد من التحالف. إنه أمر مرض إلى حد كبير أن يتم التوصل إلى معاهدة عظيمة تناسب وضعا دوليا متغيرا والطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الجديدة بين جمهورية كوريا الشعبية وروسيا. البند الأهم في الاتفاقية التاريخية بين البلدين يتضمن وقوف البلدين النوويين صفا واحدا أمام أي اعتداء خارجي يقع على أحدهما. إذا واجه أي من الجانبين غزواً مسلحاً ودخل في حالة حرب، يستخدم الجانب الآخر على الفور كل السبل المتاحة لتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين كل من البلدين. الخارجية الأمريكية عبرت عن قلقها من تعميق التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية. أوكرانيا أيضاً اتهمت بيونغ يانغ بمعاونة موسكو في القتل الجماعي للأوكرانيين بحسب وصفها. قبل مغادرة بوتين حيا مستضيفيه من شباك طائرته، وبالطريقة نفسها ودعه كيم والوفد المرافق له.